وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد محمد عبد اللطيف بن جلال، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى. أهلا بك في نشرة الأخبار، ولو تحدثنا عن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل جلالة الملك المعظم، والذي انعكس مؤخرا على المشاركة المتميزة لمملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية وتحقيقها العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية نرفع آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي سمو الشيخ سلمان بن حمد، وإلى سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد، وإلى سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد. طبعا الدعم الكبير من قبل سيدي جلالة الملك يعد مصدر فخر واعتزاز لكل رياضي بحريني. المقام السامي داعم لكل الرياضيين، طبعا كلمات جلالة الملك ودعم المستمر طبعا حفزنا على مواصلة العطاء لرفع اسم المملكة في مختلف البطولات الخارجية. والإنجازات اللي تحققت هي نتيجة لرعاية ودعم جلالة الملك الله يحفظه للقطاع الرياضي، وطبعا تشجيعه للرياضيين ومتابعة جلالته لهم بكافة أشكال الدعم. لولا دعم مستمر من طبعا من جلالة الملك لأبناء الرياضيين ما استطاع اتحاد البحريني لألعاب القوة من تحقيق هذه الإنجازات. طبعا الفوز بالميداليات اللي تحققت في البطولة الأسياد اللي كانت بالصين، تحقيق 16 ميدالية ملونة خاصة لألعاب القوة، اللي منهم 10 ذهب وواحدة فضة وخمس برونز. طبعا الاتحاد البحريني يعد نفسه من انتهاء البطولة لاستعداد حق أسياد طوكيو اللي بتكون في 26، ومن ثم الدوحة 2030، ومن ثم الشقيق المملكة العربية السعودية 34، والآن احنا مركزين على أولمبياد باريس لتحقيق إنجاز قوي لمملكة البحرين. نعم، تمنياتنا لكم بالمزيد من الإنجازات. السيد محمد عبد اللطيف بن جلال، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، شكرا جزيلا لك.